السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع عين دفلة لنقف على الأشغال تاع طريق السيار اللي راه قيد الأشغال ما بين ابن مدينة خميس مليانة إلى حدود مدينة برج باريريج. وللعلم أنه الجزء اللي تم يعني فتح كل الرواق تقريبا هو ما بين خميس مليانة ومدينة البرواقية. إذن الكلوار الرواق مفتوح يعني تقريبا كله، وفيه أشغال نتاع إذن المنشآت الفنية اللي تعبر عبر الطريق هذا، واللي من إنجاز الشركة التركية اللي راهي قائمة بالأشغال. وكذلك الجزء المفتوح الآن اللي تمت الأشغال فيه وتم وضعه حيز الخدمة يقع ما بين مدينة خميس مليانة عند المخرج من الطريق السيار شرغال باتجاه بلدية جندل على امتداد حوالي 30 كيلومتر. هذا الجزء هذا انتهت الأشغال به، وبقات يعني الأشغال مستمرة في الجزء إلى حدود مدينة البرواقية في على أجزاء متفاوتة من ناحية نسبة تقدم الأشغال. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الأشغال التي تجي حاليا في مشروع إذا ربط مدينة خميس مليانة بمدينة برج بواريريج على امتداد حوالي 200 كيلومتر. خليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.